بهذه الأخبار العاجلة. كتائب القسام تقول إنها قصفت غجدان برشقة صاروخية جديدة ردا على المجازر بحق المدنيين. ونقل مراسل العربي دوي صفرات الإنذار في ضواحي تل أبيب الشرقية. وكذلك كان هناك استهداف بصاروخ سقط في منطقة النقب. وهذه صور أولية لهذه الرشقات الصاروخية التي قالت كتائب القسام إنها قصفت بها غوش دان برشقة صاروخية جديدة ردا على المجازر المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة. صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وضواحيها الشمالية، تحديدا هرتساليا في شمالي تل أبيب، بعد قصف كتائب القسام بحسب ما جاء في بيان لها بالرد على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة. قبل قليل كان هناك كذلك صاروخ أصاب النقب.